السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنخش المطبخ نعمل شوية البسكوت الجمال دول. حبايبي شايفين التشكيل بتاعهم، تشكيلهم جميل جدا جدا وسهل وبسيط. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش حبايبي في دعوة حلوة، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، تشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيا وبكم، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صل على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت، بس حاجه روعه 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 حقيقي حبايب قلبي، حاجه كده جميله جدا. مكوناته ايه حبايب قلبي؟ ان شاء الله تجربوه ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. مكوناته ايه حبايب قلبي معايا؟ كوبايه الا ربع بالكوب المعياري ده حبايب قلبي سكر، زيها زيت ماشي بنفس الكوب المعياري حبايبي، نخلت كوبايتين بنفس الكوبايه دي وحطيت عليهم باكو بيكنج باودر وذره ملح ماشي. معايا بيضه حبايبي وطبعا فانيليا، معايا معلقه كاكاو ومعايا نص ليمونه. دي المكونات بتاعتنا حبايب قلبي بتاعت البسكوت بتاعنا، بس حقيقي حبايبي تشكيله وطعمه بيبقى تحفه. ان شاء الله باذن الله تجربوه، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش حبايبي في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناه علشان القناه تكبر بيا وبيكم. ما تحرمش منكم اخواتي وحبايبي اللي دخلوا القناه، حابه اشكرهم على دماغي من فوق اي كومنت واي كلمه بيكتبوها لي، ربنا يجازيكم عني خير ان شاء الله ويصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين. ان شاء الله حبايبي هتستنوا بس معايا اكسر البيضه وهنرجع مع بعض تاني، خليكم معايا. بصي حبايبي كسرت البيضه على السكر، حطيت معاها الفانيليا ونص الليمون، نقطه من نص الليمونه حبايبي مش الليمونه كلها ماشي كده. ان شاء الله هنرب السكر مع البيض كده لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض، يدنسوا مع بعضهم حبايبي كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. انت عايزه تحطي سكر خشن بس هو هيغلبك شويه، حطي هو هيغلبك شويه عشان مش هيدوب بسرعه. السكر البودر بيدوب معانا بسرعه حبايب قلبي، فعشان كده ايه انا بفضله في اي حلويات، وبصراحه بتبقى نتيجته جميله جدا برده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايبي، اما ارجع لمرحله ثانيه هرجع معاكم ثاني، خليكم معايا. بص حبايبي كده دوبت السكر مع البيضه لحد ما اللون يفتح زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بالزيت حبايبي مش كل مره واحده، بنحبه كده حبايبي ونضرب. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، خليكم معايا. بص حبايبي بالحبه كده ونقلب مع بعض كده لحد ما ايه نندمج كله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، يصلح حال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. كده اخر حبه في الزيت وايدينا برضو فيها ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده حبايبي ما شاء الله ما شاء الله لحد ما دخل الزيت مع السكر والبيض كده ما شاء الله ما شاء الله حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، خليكم معايا. بس حبيبي كده انا فضيت بقى دي بعد ما كل المكونات اللي احنا حطيناها اندمجت مع بعض، هلم بقى كده حبايبي زي ما انتم شايفين عشان هو ايه بسكوت حبايب قلبي مش بيتعجن، احنا بنلم بس بندخل كل المكونات تتجانس مع بعضيها. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين حبايبي، خليكم معايا حبايبي اخلصه وارجع معاكم تاني. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هتحسيها انها عجينه بتلزق ماشي، هتلاقيها بتلزق في ايدك. مش هنعمل فيها اي حاجه حبايبي غير ان احنا هناخد منها قطعه كده كده حبايبي ماشي، او ممكن نقل شويه كمان حته كده بس عشان نعجنها بالكاكاو تمام. والتانيه ان شاء الله هنبقى نحط لها معلقتين دقيق ونلمها شويه حبايبي عشان ايه ما تلزقش في ايدينا واحنا شغالين. هنحط بقى معلقه الكاكاو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعجنها. انا مرضتش احط ليه الدقيق حبايبي عشان ايه لو ما نحطش زيت نحط مش عارف ايه كده، لا فاحنا ايه
نقلبها وبعد كده ربنا يسهل الحال ان شاء الله. خليكم معايا. بس حبايبي دي الحته اللي احنا حطيناها عليها الكاكاو، يعتبر حبايب قلبي الكاكاو ما خدتهاش كلها، كوبايه الا ربع، معلقه الا ربع مثلا كاكاو اللي انا خدته حبايبي، والباقي قاعد. دي بقى احنا هنعمل فيها ايه حبايبي؟ هنمسك بالحته الصغننه كده ونبرمها طويل كده حبايب قلبي. دي السر بقى بتاع ايه البسكوت بتاعنا ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم كده حبايبي. تمام، هناخد بقى حته بس، ثواني خليكم معايا حبايبي، اغسل ايديا مكان الكاكاو وارجع معاكم تاني. خليكم معايا حبايب قلبي. شايفين الشكل تحفه ازاي حبايبي؟ يتعمل ازاي بقى حبايب قلبي؟ بصي حبايب قلبي كده، انا جبت الكره البيضاء عملتها كده ماشي. طبعا انا عامله البني رفيعين، جبت البني وثبتها، جبت الحرف البني ثبته في النص كده حبايب قلبي كده. بتتقطع منك عادي مفيش مشكله، بنكمل برضو. خليكم معايا حبايبي ثانيه بس. بص حبايبي لفتها ماشي، بتتقطع معاكي عادي، بتكملي التدويره بتاعتها، بتثبتيها بقى بايدك بصوابعك كده حبايبي، بشويش خالص بالراحه كده معانا زي ما انتوا شايفين كده. تيجي بقى حبايبي بظهر السكينه وتروحي عامله كده ماشي كده حبايبي، وتاخديها بقى كده كده كده، ما بترديش للاخر يا حبايب قلبي عشان ايه ما تتقطعش مننا. تمام ماشي، وكل واحده بقى على ايه؟ على اتنين اللي احنا عملناه كده 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 كده. شايفين حبايب قلبي اهو، هنيجي بقى في النص وبنروح عاملين لها كده، ادي الشكل حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. شايفين حبايبي شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه تحفه بالامانه حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. اخلص الصاج حبايبي واوريه لكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم ابدا ولا من الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتحطوهاني. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني ويسعدكم زي ما بتسعدوني ماشي. ادي واحده كمان حبايبي اهي كده ماشي كده، بناخدها كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر كده كده. مجرد ان انت بتحزيها بتيجي بقى على الواحده تروحي مديها شكل تاني كده في النص، تديكي بقى الشكل اللي احنا عاوزينه حبايبي كده. بسم الله ما شاء الله، وبتيجي في النص وبتروحي ايه عامله كده. تمام شايفين شكلها حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. اخلص الكميه حبايبي واوريه لكم قبل ما ادخل الفرن. خليكم معايا. بصوا حبايبي عملت اهو، طلع زي ما انتم شايفين كده الكوبايتين ونص دي، طلع الصاج الكبير والصاج الصغير كده. شكلت بقى حبايبي، اتبقت حته عجينه من البني عملتها مثلثات زي ما انتم شايفين كده. شكلت زي ما انتم شايفين كده، حطيت حته شوكولاته في النص، عجين شوكولاته في النص، وشكلته بالسكينه الشكل اللي انا وريته لكم في الاول في بدايه الفيديو زي ما انتم شايفين كده. عملت الشكل التاني، عملت شكل تاني زي على هيئه قلوب زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بصوا كده حبايبي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم ان شاء الله حبايبي. انا مولعه الفرن اهوت، هدخله الفرن ولما يطلع ان شاء الله هوريه لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. خليكم معايا حبايبي لما يطلع من الفرن حبايبي. رجعت معاكم بعد ما استوى زي ما انتم شايفين يا حبايبي، شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، شايفين سواه ما شاء الله حبايب قلبي، ما شاء الله وناعم وجميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم ان شاء الله حبايبي. جربوه ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. بصوا حبايبي حتى اللي هو الحته اللي اتبقت من العجينه، بصوا حبايبي بصوا ناعم جدا، شايف شايفين بيدوب ازاي؟ شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله.
اللهم صل على النبي، الله اكبر. حاجه كده في اخر من الاخر زي ما بيقولوا. هي يا حبيب قلبي طعمها جميل جدا جدا جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا له لايك وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.